السلام عليكم. أنتم الجيل اللي هيتولى مسؤولية حماية هذا البلد. اوعى تتصور انك انت قيمة كبيرة. مثلا فيما يخص الأزمة الصينية، احنا لينا موقف واضح ومعلن اللي هي سياسة الصين الواحدة، المعالجة الثلاثية المتطورة للصرف الزراعي. الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان نخلي المية زي المية اللي قدام مني كده. الامور بتتحل بالقدرة والعمل والصبر. في الاخر مية مصر دي امانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي، ومحدش هيمسها ان شاء الله بهدوء خالص. السلام عليكم. حابب نقف شوية مع حضراتكم امام خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي امام طلبة الكلية الحربية. بالامس طبعا قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلقاء خطاب على طلبة الكلية الحربية في طابور الصباح، وخد بالك ان الخطاب تبع جلسة تعتبر يعني في مكان مغلق ناقش فيها ايضا مواضيع مهمة. النهاردة عايز اقول لحضرتك انه الرئيس لما يحب يوصل رسالة بيوصلها من خلال مثل هذه اللقاءات. يعني هو مش رايح عشان يكلم طلبة الكلية الحربية في الكلام اللي احنا هنناقشه مع حضرتك. ممكن كمان بعض الطلبة مش عارف الرئيس بيتكلم عن او مش متابع مثل هذه المواضيع، هو له ما يخصه في الجانب العسكري، لكن الرئيس طالع عشان يوجه رسائل للمجتمع المدني من خلال مثل هذه الخطابات. ده رقم واحد عشان نكون عارفين الوضع ماشي ازاي. رقم اتنين، وانا بتكلم معاكم وتعودنا مع حضراتكم ان احنا نتكلم بمنتهى الصراحة، رقم اتنين مش كل حاجة تم مناقشتها في هذا الخطاب، او مش كل المطروح على الساحة تم مناقشته في هذا الخطاب. على سبيل المثال اللي ما تمش مناقشته وكان شيء بارز جدا كنت محتاج شخصيا اسمعه من الرئيس، لان بحتاج اسمع من الرئيس كتير عشان انا اثق في كلامه، هو ما يخص تعويم الجنيه او زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه. كنت محتاج اسمع رسائل من الرئيس حول وضع الجنيه المصري مستقبلا. الرئيس بيطمئن المصريين بخصوص الاحتياطي، بيقول لهم انا معايا احتياطي يكفي طول السنة، وده شيء إيجابي وجيد جدا، لكن أنا محتاج أسمع من الرئيس ما يخص وضع الجنيه المصري وقيمته كعملة بتضرب مثل باقي عملات العالم. الرئيس بصراحة ووضوح جاوب على سؤال أو قال كده: أنا لا أعلم متى ستنتهي الحرب الروسية الأوكرانية. ممكن تضع بين ثنايا هذه الإجابة وضع الجنيه المصري. ممكن الرئيس يقول لك أنا لا أعلم وضع الجنيه المصري مستقبلا، لأنه الوضع متعلق بالحرب، لأن وضع معظم عملات العالم هو متعلق بالحرب. الجنيه المصري حضرت مش عملة مربوطة بالدولار زي عملات دول الخليج مثلا اللي هي بتصدر النفط اللي هو مسعر بالدولار. الجنيه المصري يا دوبك بيستخدم في استخدامات محلية لها علاقة بالداخل المحلي المصري، وليس له قيمة كبيرة خارجيا. العملة الكبيرة خارجيا هي الدولار وبعض العملات القليلة اللي أيضا ضربت نسبيا مقابل الدولار. رقم اتنين، رسائل مهمة جدا وجهها الرئيس. اتكلم في خلال لقائه مع طلبة الكلية الحربية عن عدد من الملفات الهامة. اتكلم عن ملف الصين. خد بالك انه النهاردة رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين كانت ان مصر بتدعم الصين دولة واحدة، بتدعم الصين الموحدة. دي رسالة ليها مزايا او ليها يعني جوانب خفية. الصين النهاردة انت لما ترسل ليها مثل هذه الرسالة انت بتحيدها عن ملفات ممكن تكون ضدك في الجانب الافريقي. انت بتمنع دولة زي الصين على انها تدعم دولة زي اثيوبيا في الملف الاثيوبي اذا صرحت بمثل هذا التصريح. وممكن ده يكون جزء من توجه الرئيس بالخطاب، يعني ده جزء من الاساسيات اللي رايح الرئيس عشان يتكلمها، انه يبعث هذه الرسالة الى الصين: نحن معكم كصين واحدة. يعني مش زي الولايات المتحدة الامريكية في نفس وجهة النظر في دعم تايوان واللي حصل من زيارة نانسي بيلوسي طبعا المتحدثة او الهاوس سبيكر بتاع مجلس او بتاع الكونجرس الامريكي. ده رقم واحد بخصوص الرسالة للصين. رقم اتنين، الرسالة الداخلية او الرسائل الداخلية في مصر. وخد بالك بقى، تعالى نقرأ من بين السطور. الحقيقة انه في مبادرة اسمها حياة كريمة شغالة على ثلاث مراحل. النهاردة احنا بنتكلم في المرحلة الاولى من مبادرة بتشمل 60 مليون مواطن في ريف مصر. هذه المرحلة كان مزمع انها تنتهي منتصف هذا العام، يعني النهاردة وانا بكلمك كان المفروض نكون شغالين في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة. لم تنتهي، واعلن الرئيس انه لم تنتهي المرحلة الاولى وتأجل اتمامها لنهاية العام.
والسبب ليس في انه ما فيش سيوله ماديه، لانه المشروع نفسه او البنيه التحتيه الخاصه بهذا المشروع مصدر ليها النفقات الماليه الخاصه بهذا المشروع، ولكن المشكله انه مستلزمات الانتاج الخاصه بهذا المشروع، بعض المشتريات اللي انت بتشتريها من بره، بعض الالات والادوات هي محتاجه انها تكون متوفره، والازمه الحاليه تسببت في عدم توافر مثل هذه المواد. طبعا بتكلم على مواد وبتكلم على اجهزه بتستخدم في صناعات متقدمه لسه مصر بتستوردها من الخارج ومحتاجاها في بنيه تحتيه في كرة بيستخدم النهاردة أو بيتعمل لها مبادرة حياة كريمة. رقم 2 أو رقم 3، النهاردة الرئيس اتكلم مع طلبة الكلية الحربية ووجه رسالة للمصريين أنه إحنا عندنا معايير بنمشي عليها لاستقبال أو لقبول طلبة الكلية الحربية، وإذا تحققت تلك المعايير فأنا أمامي الطالب هيقبل بنسبة كبيرة جدا في الكلية الحربية، وأنه المعايير الأخرى للناس بتنظر لها غير متوفرة. ده كلام الرئيس، يعني بيقصد طبعا كلام الواسطة أنه المعيار أو المعيار الخاص بالواسطة هو معيار مش موجود في طلبة أو الانضمام للكلية الحربية. إحنا حريصين جدا على أن إحنا يعني ننتقي أفضل العناصر، وده المعيار الوحيد اللي إحنا الحقيقة يعني حريصين عليه، لكن يعني بقولها لأن بعض الناس بتعتقد أن ممكن يبقى في وسيلة أخرى أو وسيلة يعني للانضمام لينا، وده أمر إحنا يسعدنا أن الناس تبقى عايزة تنضم للكليات العسكرية وللقوات المسلحة الحقيقة، ولكن اللي هو بالمسار زي ما قلت كده بالمعيار اللي إحنا حاطين مجموعة من المعايير، المعايير دي لما بتتحقق بيبقى في فرصة كبيرة جدا لأبنائنا إن هم يكونوا موجودين معنا. المحور الرابع اللي اتكلم فيه البعض وهو الخاص ب يعني حوكمة الإجراءات وترشيد النفقات فيما يتعلق بالمشاريع القومية التي تنفذ في مصر. مشاريع بالنسبة لنا هي مشاريع عظيمة جدا واحنا شايفينها محتاجينها، وكل مصر محتاج كل مشروع بيتم على أرض الوطن، لكن الرئيس اتكلم في هذه الجزئية تحديدا على ما يسمى بحوكمة الإجراءات. تعالوا نسمع هو قال ايه في هذه الجزئية. واحنا شغالين زي ما احنا شغالين في البلد زي ما احنا، يمكن بنحاول لحد ما نحوكم اجراءاتنا عشان نجابه الظروف اللي موجودة ديت في مستلزمات انتاج او في مشتقات بترولية زادت قيمتها او كلام من هذا القبيل، فاحنا بنحاول نعمل ده. الرئيس اتكلم على السلع الاساسية وتوفرها زي ما قلت لك لمدة 6 شهور، وهنا كان الحرص على توفر السلع الاساسية في مصر. زي ما قلت لك في فيديو سابق انه هناك سلع غير متوفرة ولكنها تعتبر السلع الرفاهية، السيارات مثلا فيها كتير مش موجود، سلاسل الامداد منقطعة، بعض السلع المستوردة لأصحاب الرفاهية مش موجودة، البراندات مش موجودة كتير منها، لكن الأساسيات اللي هو اللي بيحتاجه المواطن بشكل يومي موجود. وبالتالي بيقول الرئيس في هذه الجزئية ان احنا عندنا شكلين من التعامل مع هذا الموضوع، او ما يسمى بالدعم العام للسلع والدعم الخاص، يعني بيشمل فئة معينة. الدعم العام لوجود السلع دي ان انت بتحاول ان يكون في كثافة في وجود هذه السلع عشان وجودها بشكل كبير ما يضعش يعني تمن اعلى او يخفض من تمنها الاعلى في حالة عدم وجودها، وبالتالي وجودها عمل يعني شوية توازن في السوق. السلع الاساسية كلها موجودة وبالتالي سعرها ما زادش بشكل كبير لانها متوفرة، اما غير كده فهتجد انه سعره كبير لانه او سعره زايد لانه مش موجود. رقم 2، برامج الحمايه الخاصه بفئات معينه، ودي اللي اتكلم عنها الرئيس وناقشها واتكلم عن توجه الدوله نحو رعايه هذه الفئات، واتكلم عن زياده يعني من تم ضمهم لتكافل وكرامه وبعض برامج الحمايه الاجتماعيه الاخرى. فهو قسم برامج حمايه عامه للمواطنين بشكل عام وبرامج حمايه لفئات خاصه. طبعا الموضوع الاهم اللي اتكلم فيه الرئيس وهو موضوع ملف سد النهضه، اتكلم عن ان احنا بنتعامل، حاولنا ان احنا نتفاوض، حاولنا نتعامل بشكل معين في هذا الاطار، ولكن في نفس الوقت هو اكد على ان احنا رغم ان احنا بنتعامل بهدوء في هذا الملف ولكن حقنا لن نتركه، وتعهد زي ما تعهد قبل كده، قال لك انا هذا الموضوع تعهد فيه بالحفاظ على مياه مصر. ان احنا يمكن هنكون من اوائل الدول اللي في العالم اللي بتستفيد من الميه وبتعمل لها معالجه، من اوائل دول العالم، يمكن نكون اول او ثاني دوله في العالم بتعمل البرامج ديت. طيب هل الموضوع بتاع سد النهضه احنا متحركين فيه؟ متحركين فيه بس بهدوء، بس بتفاوض. ودايما اقول الكلمه ديت بختم بيها كلمتي، دايما اقول لكم الامور ما بتتحلش بالصوت العالي، الامور بتتحل بالقدره والعمل والصبر.
في الاخر ميه مصر دي امانه في رقبتنا كلنا وفي رقبتي. طبعا مصر اتخذت خطوات فيما يتعلق بعمليه حوكمه استخدام المياه على الاراضي المصريه. محطات اتكلم عنها الرئيس زي محطه المحسمه، محطه معالجه بحر البار. محطه المحسمه دي لما بيخرج منها مليون متر مكعب ميه في اليوم الواحد معالج معالجه ثلاثيه عشان تروي بيها اراضي في اتجاه شرق قناه السويس، ومحطه بحر البار لما يخرج منها 5.6 مليون متر مكعب في اليوم معالجه ايضا ثلاثيه عشان تروي بيها اراضي في شرق قناه السويس جنوب شرق بورسعيد. فانت هنا بتحاول لك تحوكم استهلاك او تحوكم تنظيم واداره المياه في مصر، لان انت عندك اوريدي ازمه طبيعيه في المياه بسبب انك دولة شحيحة المياه واعتمادك بنسبة 98% من ميتك على نهر النيل. ده بالاضافة لانه اتكلم الرئيس على انه مش بس احنا متوقفين عند المحطتين دول، عندنا كمان بنعمل محطتين معالجة ضخمين خلال الفترة القادمة هتسمع عنهم. طبعا بنتكلم على محطة الحمام في اسكندرية، ودي قدرتها بتتخطى 6 مليون متر مكعب مية في اليوم الواحد. فدي محطات ودي اشياء مشاريع بتتعمل، عندك زراعة بتعملها زراعة حديثة، عندك طابتين ترع، يعني الموضوع مش سلبي زي ما البعض بيناقشه، لا في اجراءات قوية جدا كلفت الدولة مليارات الجنيهات ومليارات الدولارات عشان يتم تنفيذها للحفاظ وحوكمة وتنظيم المياه داخليا في مصر. كلم الرئيس كمان على اسعار الطاقة. النهاردة لما انا قلت لحضرتك ناقشنا في البداية او عرضنا في البداية فكرة انه سعر الغاز لما بيوصل للمحطة الخاصة بتوليد الطاقة في مصر مش ده السعر اللي بيباع عالميا. الراجل قال لك بيباع ب10 اضعاف هذا السعر وممكن 15 ضعف هذا السعر. يعني مصر بتبيع الغاز لمحطات الطاقة في مصر باسعار لا تماثل او لا تقترب من عشر اسعار الغاز اللي بتبيعها لدول اوروبا مثلا على سبيل المثال. وبالتالي هنا لو مصر باعت الغاز لمحطاتها داخليا باسعار عالية فهي هتزود الكهرباء على المواطنين في الداخل. عشان كده قال لك رفضنا ان احنا نزود سعر الكهرباء على المواطنين في الشريحة اللي كان مزمع انها تزيد خلال رابع سنة على التوالي اعتقد، وده كان المفروض ان تأجل بحسب كلامه لمدة 6 شهور. يعني اتكلم كمان على فكرة الوقود. البعض ممكن يقول انت زودت الوقود نص جنيه خلال الفترة الماضية. رد وقال ان احنا بنتكلم على انه سعر الوقود لو سعر السولر هو يعتبر 50% من سعره، يعني مصر بتشتريه وليكن هو بيباع بالمواطن ب8 جنيه او اكثر او اقل قليلا، مصر بتشتريه من بره بضعف هذا السعر او اعتقد بحوالي 13 جنيه للتر السولار. فدي المعلومات المتاحة بخصوص هذا الموضوع. اتكلم على اجراءات اصلاح اقتصادية. الاجراءات دي لولاها، هو بيقول كده الرئيس، لولاها لما كنا قادرين على مواجهة التحديات والازمات الجديدة. حضرتك كنت هتقدر تواجه ازاي وانت عندك لتر البنزين بيباع بجنيه او بجنيه ونص او 2 جنيه؟ استحالة كنت تتعامل مع وضع زي ده، وهو سعره الحقيقي بيتخطى ال 15 وال 16 وممكن بعضه يصل ل 20 جنيه زي بيحصل في التسعير الفوري في الدول الأوروبية. هو بينزل سعره أو بيطلع سعره بيسعر تلقائيا في الدول الأوروبية، مش زي عندك ممكن تتحمل جزء من تكلفته، وده طبعا لاختلاف طبيعة تحمل المواطن هنا عن هنا والظروف الاقتصادية للمواطن في مصر اللي بتختلف كليا عن الظروف الاقتصادية للمواطن في أوروبا، وبالتالي دفع الضرائب في مصر بيختلف تماما عن دفع الضرائب في أوروبا. كمان اتكلم الرئيس على فكرة التحديات اللي بتواجه مصر. اتكلم على مشكلة غزة وان مصر بتسعى لحل هذا الموضوع بدور الوساطة. كمان اتكلم على مشاكل متعلقة بالمنطقة بشكل عام. اتكلم مع طلبة الكلية الحربية واكد عليهم على ضرورة واهمية التواصل. التواصل كقائد فرقة او قائد فصيلة او ايا كنت مع التابعين ليك، مع الجنود، مع اي حد انت بتتولى قيادته. لانه اكد كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي ورسالة للقوات المسلحة، احنا ما سبناش شيء يسمح بالتطوير وما عملناهوش، التحديث في القوات المسلحة المصرية. وحضراتكم شوفوا القوات المسلحة المصرية قبل 2013 عاملة ازاي او قبل 2014 عاملة ازاي وبعد 2014 وضعها عامل ازاي. السلاح الجوي، القوات الجوية، القوات البحرية، اشكال القوات الجوية، الافرع الرئيسية، شوف عاملة ازاي النهاردة وشكل سياسة القوات المسلحة عامل ازاي ووضع القوات المسلحة النهاردة عامل ازاي في مصر. وهو ده العمود اللي ساعد الدولة وسندها في وقت ازمتها، وده اللي اتكلم عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واكد ان دور القوات المسلحة بيحتاج من الكتاب والمفكرين والمثقفين انهم يتناقشوا ويتحدث عنه، لانه هذا الدور دور عظيم جدا وتاريخي لم يتوقف فقط عند التضحيات بالدماء من قبل افراد القوات المسلحة، ولكن ساهمت القوات المسلحة كدور
التنموي مساعد الحكومة المصرية في أوقات الشدة والأزمات على الأراضي المصرية. فهو ما كانش دور فقط دور قتال، بل هو دور عمل تنموي على أرض الواقع. طبعا مش كل حاجة أنت بتتمناها بتحصل، يعني أنت كنت ماشي في معدلات تنمية قوية وكنت داخل على 9% معدل نمو، ولكن حصل اللي حصل والأزمة الحالية حصلت، وبالتالي سحب منك استثمارات بالمليارات، بتتكلم في 20 مليار دولار، وأزمات حصلت بسبب الوضع الروسي الأوكراني، وبالتالي زي ما بقول لك يعني ليست كل الأمور كما تشتهي. وبالتالي هنا دخلت مصر في يعتبر وضع سيء مثل دول كتيرة على مستوى العالم، لكن بنتمنى إن شاء الله إن ربنا يعدي الأزمة الحالية على خير ويحفظ مصر دايما. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.